رجعنا من جديد في زون ميكس والتحق بنا ضيفنا الثاني اليوم في الحصه نتاعنا لاعب الدوري السابق للترجي للسي اس اس بارتيزان بنغراد السي ا بي وبرشا فرق اخرى ايضا المدرب الحالي مدرب اتحاد بنغلاد الموسم الماضي كمال زعيم. كمال اهلا بك. مرحبا بك سلام. مرحبا بالساده المستمعين. شنو الامور؟ الحمد لله. الحمد لله لاباس. الحمد لله. خلينا ناخذ قبل ندخل نحكيو معاك ناخذ كلمه على المنتخب البارح كيف شفت الماتش؟ بون الماتش يعني كنا شفنا وجهين الحقيقه يعني المنتخب البارح خاصه يعني كنا شفنا منتخب في الشوط الاولاني تعدى كوتي دي ماتش تعدى يعني الميتون الاولاني ما كانش في المستوى يعني كتلقى ثلاثه اربعه خمسه لاعبين في ماهمش في الفورمه نتاعهم سي نورمال يعني المنتخب كامل يتاثر. الشوط الثاني شفنا تغييرات تحسن المردود شويه للمنتخب لكن شوف الماتشات هذوما الديربي يعني خاصه ما بين تونس والجزائر ولا والمغرب ديما النتيجه عندها اهميه وديما النتيجه ماذا بينا تكون فما اداء يتبع رغم اللي ماتش اميكال ديما نحاولوا نفوزوا في المباريات كما هذا على خاطر هذا الاختبار الحقيقي بالنسبه للمنتخب. للاسف ما تمكناش برشا حاجات لازمها تتصلح برشا اشياء لازمها تتعاود دونك فما لاعبين عندهم مستوى محترم جدا نحاولوا نقفوا مع المنتخب نقفوا مع العناصر ما نحطوش كل شيء سلبي في المنتخب اكيد فما اشياء ايجابيه لكن ما نكونوش قاسين مع المنتخب التونسي دونك قدمنا برشا خدمة برشا. باهي خلينا نحكي عليك انت شويه كمال وفات تجربة برامو مع اتحاد بنغردين على اسم توصلتش برشا رغم اللي حققت الهدف اللي هو تقريبا كاس الكاف. شوف هو الاتفاق من الاول يعني كان نهاية الموسم يعني الفريق يحافظ على المركز الثالث نحاولوا نوصلوا لأبعد ما يمكن في كأس تونس. الحمد لله يعني بالنسبة لي أنا حققت الهدف اللي جيت على خاطره اللي هو مركز الثالث راهو مش ساهل تاخذ فريق وينافس على المراكز الاولى وكي توفى البطوله تخلي الفريق في نفس المركز يعني انت خذيت الثالث كمان خذيت الثالث وكملنا الثالثين وما تنساش اللي الفرق اللي ورانا بالضبط ناقصين مباريات يعني كان فما برشا ضغط والمباريات اللي لعبناهم الكل ضد فرق تلعب من اجل تفادي نزول اولمبي الباجي الملعب التونسي النادي البنزرتي شبيبة القيروان لعبنا ضد نجم الساحلي دونك ماتشات ما كانوا سهلين الحمد لله خدمنا وفقنا ربي من براتيكمون من سبع مباريات خسرتنا كان مباراة واحدة اللي هي نادي بنزرتي في بنزرت دونك سيتي با فاسيل بالنسبة للناس اللي تحكي تقول لك جيت لقيتها في المركز الثالث اي جيت لقيتها في المركز الثالث كملت في المركز الثالث وكملت بكاليفيكاسيون الكوب دافريك وعملت لوبجيكتيف نتاع النادي اونتر بارونتيز يعني توفيت هي التجربه صحيح لكن كان الاتفاق مع الاداره يعني نكملوا المركز الثالث كما قلت لك ونواصلوا في كاس تونس مالوغوزمون كاس تونس عدينا زوز مباريات من الحجم الثقيل يعني عدينا زوز مباريات قدمنا فيهم مردود ممتاز ضد رجيش وضد سليمان خسرنا بضربات جزاء ضربات جزاء لاي فريق يجم يعني ينهزم ضربات الحاضر انسحاب من الكوب خليك ما تجربتش لا 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 لا, 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 لا 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 بالعكس ساعة كانت عندي يعني اتصالات مع المسؤولين دونك الفريق توا فما جلسه عامه باش تصير فما بوتيتر الاداره هذه تقعد بوتيتر ما تقعدش مازالوا يعني ما فماش حد شيء واضح بالنسبه لي انا كان عندي شرف اللي خدمت في اتحاد بنغردين فريق كبير ريت مسؤولين رئيس النادي ولا المسؤولين المباشرين على الفريق كما سي وجيه كما سي ربيع يعني عباد تحب الفريق نتاعها وعباد عاتيه وقتها للنادي وللفريق راهو سي با فاسيل راهو باش توصل فريق يتحصل على المركز الثالث في ظل المنافسه الموجوده اللي في تونس بالرغم من الامكانيات محدوده ما فماش امكانيات ماديه كبيره برشا اشياء لكن لقيت ناس واقفين لقيت ناس يعني دومين فما فلوس من قردين كي تشوف اسامي الملاعبيه اللي عندك معناها اسامي محترمه جدا معناها اي الافكتيف كافكتيف كملاعبيه كرصيد بشري رصيد بشري انا نعتبره من احسن رصيد بشري يعني في تونس موجود ناحيه الترجي الرياضي التونسي اتحاد بنغردين عنده احسن ملاعبيه موجودين في الموسم
خير من الاتوال وخير من الكلوب وخير من السياسات. احسن ملاعبيه موجوده في الاتحاد بن قردين. انا بوتيتر على خاطر كنت قريب ليهم ونعرف الامكانيات نتاع كل لاعب فيهم ونعرف الامكانيات الموجوده اللي في المجموعه. اما ما جاوبتنيش فاك. شنو؟ علاش وفات التجربه؟ وفات التجربه الاتفاق كمان. علاش ما تجددش معناها؟ ما تجددش كما قلت لك يعني. خاصة حققت الهدف كما قلت. شوف كما قلت لك يعني تو فما جلسه عامه باش تصير في الاتحاد بن قردين، فما بوتيتر الاداره هذيا تقعد بوتيتر ما تقعدش، يعني فما برشا كلام برشا حديث ديما قاعدين يحكيوا مع مدربين اخرين. انت قلت انا ما عندي حتى فكره، بالنسبه لي انا عديت فتره، ايش نقول لك؟ بالنسبه لي انا عديت فتره نعتبرها ناجحه. و تنجم تتعاود تنجم ما تتعاودش، لكن بالحق يعني وقت اللي الناس عطاتك بظهرهم. اتحاد بن قردين كلموني وجاوب. شكون عطاك بظهر؟ لا علينا في ذكره. كلموني ورحبوا بيا واعطوني مسؤوليه والحمد لله. اول مره كمدرب اول فتره باش نرجعوا بعد نحكي وقتها كمان على التجربه نتاع بن قردين، لكن خليني نبدا معك من الاول، باش نرجعك شويه لتالي، نسالك على البدايات نتاعك مع الكوره. اول نهار هزيت الساك نتاعك مشيت ليكول، بديت هكا بديت في الاسبيرونس انت ولا؟ بديت في الاسبيرونس انا في ليكول صغير، مشيت عديت. انت تسكن في راس الجبل وقتها ولا؟ لا فرينا انا. مش في راس الجبل. لا اصلي يعني اصلي من راس الجبل، دونك مشيت للترجي. الحق يعني عديت موسم في ليكول ما كنتش نلعب برشا، ما كنتش دونك موسم ما كملتوش. بعد مشيت تستيت من الاول كيفاش؟ اي مشيت تستيت يعني. قبلوك؟ قبلوني دخلت في المجموعه. بون صغير برشا يعني برشا اشياء، دونك ما مشيتش كيما نحبها انا. الاختيارات الفنية شنو بالضبط؟ اختيارات فنية، نحن وقتها بتقدر اختيارات فنية أشياء أخرى، لكن ما لعبتش، ما كنتش نلعب. أي شنو أشياء أخرى؟ ما نعرفش، ما كنتش نلعب أنا، كنت إنسان هزي جبت زيد ساكي، هزني الوالد الله يرحمه. شافوا فيا اللي عندي موهبة نجم نكون ملاعبي، مشيت ما مشاتش الأمور، هزيت روحي وروحت. ما شفتش ما لعبتش بالكل. ساعات تدخل داك تلعب هاك شوية في البوست هذيك نتاعك. اي لا كنت نلعب ديما ريجيسور يعني ديما. ما تحلكش معاش ملاعبي صغير، مش ملاعبي، انسان صغير معناتها طفل صغير ما يلعب، ما اول تجربة ليه في كيف كبيرة اللي هي ما يلقاش فرصته، ما يتيحش المورال شوية، ما تحلكش، ما تقلقتش وقت اللي خرجت؟ لا انا ما تقلقتش، تعرف علاش؟ على خاطر وقت اللي يعني وقت اللي خرجت من البارك، نهار اللي خرجت من البارك عارف روحي انا ما عادش باش نرجع، انا قررت قلت ما عادش باش نرجع. ما عادش ندخل البلاصه ما نرجع الا ما يكلموني. اوكي. يعني نذكرها يعني كيما تو ما نرجع قلت الا ما يكلموني، وذاك اللي صار. مشيت للجمعيه تريانا. علاه مشيت لريانا بالذات؟ مشيت لريانا على خاطر ريانا انا ولد ريانا. اي نورمالمون تمشي بلاصه نيفو مع احترامي لريانا بالطبيعه. تمشي عارف ايكيب واحده اخرى تلعب في الديفيزيون الاولى، عارف ستاد سي او تي الكلوب، علاش لا ولا؟ مشيت لريانا على خاطر بحكم اللي انا نسكن في ريانا، وبحكم اللي ريانا يعني خرجت من لعبيه كبار وعندها اسامي. وريانا وقتها راه مش كيما يعني مش كيما توا، كان فيها اسامي وكان فيها مدربين معروفين وكان فيها يعني برشا اداره ممتازه. مشيت لريانا عديت 4 سنين في ريانا، عرفت المنتخب. في ريانا عديت مباريات كبيره، الناس ولات تجي تتفرج، الناس ولات تتبع فيا، الناس ولات تتكلم فيا، دونك بدات الابواب تحلت لي ملي انا موجود في ريانا. دونك من وقتها يعني جات فما اتصالات، عاودوا كلموني الترجي وكلموني وانا كدي الترجي ونادي الافريقي وقتها. ويعرفوك ولدهم معناها وكلموك اي بيان سور، خاطر شوف جمعيات الكبار ديما تبع كسوا في ريانا ولا كسوا في جمعيات الاخرين ديما خاصه يمشيوا ليكيب ناسيونال. يمشيوا دونك تبدا انت موجود في ليكيب ناسيونال وفي جمعيه يعني ماهمش من الكبار. دونك اكيد عندك حاجه يعني موهبه، عندك حاجه، علاش تبدا موجود في ليكيب ناسيونال؟ دونك وقع انت دابي كلموك ترجي والكلوب. كلموني ترجي والكلوب. علاش اخترت ليسبيرونس؟ رغم اللي كانت عندك تجربة ماهيش باهية مع ترجي. فيش مش باهية؟ تجربة أولى. تجربة أولى واحد صغير وقتها، ما عادي جدا. أنا ما خفتش تعودك ليش؟ ما نخافش، شوف أنا ما نخافش. عندي ثقة في روحي ونعرف روحي على شنو نجم نعمل. مهما يصير، بالنسبة لي أنا كلمة واحد إنسان فشلت في بلاصة فلانية ولا فشلت في بلاصة فلانية أنا ما تعنينيش. بالحق ما عنديش الكلمه تاع الفشل هذيا. واحد اخر في بلاصتي انا صغير
يمشي يلعب في جمعية وما يلعبوهش وكل يوم يرى بطل كورة يمشي يلاقي حاجة أخرى. هو صغير سورتو يمشي يتلعب، لكن أنا لا شد صحيح في الكورة، شديت صحيح وعائلتي واقفة معايا دونك ما علاش ترجع على كل يوم فضلت خاطرك مكشخ؟ أنا مكشخ عائلتي مكشخين يعني الناس الكل نحبوا الاسبيرونس دونك ما اخترت الترجي وقتها في كادي. انا كادي مشيت في الكادي، مشيت له كما يلزم معناها تلعب تكور تاخذ في وقتك تاخذ فرصتك. مشيت لسبيرونس عديت عام نورمالمون تعدي عامين كادي عامين جونيور ومن بعد سبور ومن بعد سينيور. انا عديت عام كادي عام جونيور عام سبور وسينيور. معناتها كل عام تطلع للي من بعده كل عام نربح عام. فهمتك. يعني دونك الامور مشيت فيسع لقيت روحي في يعني في نسق كبير، لقيت روحي فرضت نفسي. راهو برشا من اللاعبين تدخل الاسبيرونس يخرجوا من اللي اعمارهم كادي جونيور سبور بعد هيك ما تلقاه، خاصة الباساسيون ما تلقاهاش ما تلقاهاش في الوقت هذاك. راهو فما لاعبيه في السينيور كنت تتمنى يعني تتمنى تبدا تتفرج. باش نسالك كيفاش طلعت السينيور؟ طلعت السينيور انا ساعه كنت طلعت للسينيور من اللي موجود وقت المدرب الجزائري علي الفرقاني. دونك كنت نطلع يعني نمشي نتمرن نرجع كل مرة كيفاش يعني فهمت. حتى ديكاستيل قبل ديكاستيل صحيح كيف مع ديكاستيل، لكن بعد مع سي فوزي البنزرتي انا نترينا في السبور مع سي نزار خنفير. انا داخل لونترمون قالوا لي راه سي فوزي حاجتو بيك وقت الاسبيرونس تاع بتحضر في ماتش ديربي كونتر ستاد تونيزيان وقتها سيتي يعني ديربي 2003 هذا 2003 قالوا لي راه حاجتو بيك سي فوزي باش نمشي ترينا معاهم غاديك في السينيور. مشيت شنو احساسك وقتها؟ اي فرحه كبيره. اي فرحان بيان سور فرحان، راهو فما اسامي كبيره وقتها موجوده في السينيور. افصل لك عليهم دونك دونك كي مشيت ديريكت قال لي حضر روحك راك باش تلعب تيتولير في الماتش ستاد. من السبور لقيت روحي اساسي. علاش؟ اساسي وقت قبل تبعك شنو؟ اي شافني خاطر بحكم اللي نطلع يعني نطلع نترينا في السينيور ونرجع وبحكم اللي نقدم في مباريات كبيره مع السبور وموجود وفرض روحي وفرض اسمي وموجود في المنتخب. اما ما بتنتظرش كمان معناتها تبقى شويه بناك تاخذ ربع ساعه تاخذ نص ساعه ديريكت تخرج مع في ماتش ديربي مع ستاد. طلع ديريكت في ماتش ديربي مع ستاد وقت ماتش تيتولير لعبت فيه وقت جوهر المناري نذكر مريض ما لعبش. شوف راهو فما مدربين ياخذوا عندهم شخصيه وفما مدربين يعني يشجعوا الملاعبيه على خاطر اللاعب في 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 فتره كما تعطيهش فرصته يجم يضيع وتكون سبب في يعني ضيع له كارير نتاعو. دونك الحمد لله انا لقيت فما مسؤولين فما مدربين اللي عاونوني واللي بالحق يعني سانسيرمون يعني لازمني نقولها عاونوني وكانت عندهم ثقه فيا باش نجمت نوصل باش نجمت ننجح. باهي خلينا نرجع لك مثال اول نهار دخلت الفيستير نتاع السينيور تلقى نجوم كيما اسكندر السويح طارق ثابت بدر ابو الجعايد يظهر شكر الواعر كان ماني شغال. صحيح. كيفاش اول نهار احكي لي على الكوليس هذوكم نتاع اول نهار؟ ساعه نحن وقت اللي ندخلوا نلقاو اللاعبيه يعني الاسامي هذيا ما تنجمش لا تتكلم لا يعني تحشم منهم بريتو تقدرهم فما كان فما قدر كان فما احترام والحق يعني الملاعبيه هذوما الكل بالحق يعني هم يعني اللي عاونوني باش ندخل في الاجواء نتاع ليكيب سينيور يعني بصفه كبيره يعاونوني ويقفوا معايا بالنصائح في بعض الاحيان وقت اللي لازمهم يتغشوا عليك يتغشوا عليك. ظهر لقيت لي دول نتاعك غادي زاد اسكندر السوايح كنت مغنم به برشا. اسكندر بيان سور حتى كنت في غيرنا ظهر في منيم سالوك في جريده قلت في جريده سالوني شكون النجم المفضل عندك قلت لهم اسكندر السوايح بعد رجعت الوقت واسكندر شو يعني اسكندر من اكثر من اللاعبيه اللي وقفت معايا. من اكثر من اللاعبيه اللي وقفت معايا وعاونتني ودزت معايا رغم اني بريسك نفس البوست انت ديفونسيف شويه لكن بريسك تقريبا اي شوف الملاعبيه الكبار هذوما ما عندهمش هذايا نفس البوست انت وياه ولا فما لاعب كبير يحقك تيخاف من الملعب. انا بالنسبه لي ما فماش هذايا فما عندك عندك امكانيات تنجم تلعب وتفرض روحك تلعب ما عندكش امكانيات تولي تلوج على اي حكايه اخرى. سليم شيبوب داز معك زاد من اللعبة اللي فاضتك في السينيور بالطبيعه عنده فضل كبير علي انا سليم شيبوب على خاطر فرضني في الفريق الاكابر ويعني وقف معايا وشجعني
فرضك كيفاش معناها؟ فرضك على فوز بنزرتي ولا شنو؟ لا 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 فرضني على خاطر وقتها كانت فما فترة نتاع الترجي كما قلت لك يعني برشا ملاعبية صغار يطلعوا بعد كي يمشيوا في النوادي أخرى وسيم شيبوب عنده عين باهية راهو يعني إنسان يفهم برشا كورة ويعرف الملاعب اللي يجم يعاون الفريق ويعرف الملاعب اللي ما يجمش يعاون الفريق دونك شاف شافني اللي أنا ما دام طلعك أكيد عندي عنده عين باهية صحيح عندي من الشخصية اللي نجم نفرض روحي وعندي من الامكانيات اللي نجم نفرض روحي في وسط الكوكب بتاع النجوم اللي موجوده وقتها دونك والحمد لله يعني كنت في المستوى بالنسبه كمان برشا لاعبيه هاجموا سليم شيبوب خاصه بعد الثوره شفنا برشا تصريحات من لاعبيه خاصه في الترجي قبل كيما عياد الحمروني طارق ثابت بشير الصحباني حتى خارج الترجي بوعزيزي كيف كيف هل صحيح انكم ما كنتوش واخذين حقكم وقتها؟ ذوما ما نحبش نرد عليهم اللي هاجموه على خاطر بالنسبه عيب ابري تو كان رئيس نادي نتاع الترجي وكان عنده فضل كبير على برشا ملاعبيه وبرشا رياضيين كوسوا في الاسبيرونس ولا كوسوا مش في موجودين ما كانوش موجودين في الترجي انسان عاون برشا ناس وقف مع برشا ناس عيب مش معقول باش اليوم يعني باش نقولوا عليه بيه وعليه ونقولوا عليه كلام خايب مهما كان ومهما عمل كان رئيس جمعيه خدم الفريق نتاعو خدم الكره في تونس بلاكش ما كانش باهي معاهم بلاكش ظلمهم هما فيش ظلمهم ما نعرفش هما إيه. يعني انا كان والله بالحق عطاهمش حقهم انا وقت اللي نشوف ملاعبي قديم ملاعبي قديم ولعب في الترجي وبعديك يخرج في وسيله اعلاميه ويسب رئيس نادي كان رئيس نادي بتاع جمعيتك انا واحد من الناس ما نقبلهاش ما نجمش مهما كان الاختلاف انت وياه مهما المشاكل اللي صارت بيناتكم الزوز عيب تخرج تسب رئيس نادي انت كنت موجود معاه مستحيل ما تجمش ما تربيناش هكاك نحن نجمو نختلفوا نجمو نتعاركوا لكن باش نخرج في وسيله اعلاميه راهو عمل لي شنو عمل لك كما جا سليم شبوب على راهو الاسامي اللي يحكيو اللي يتكلموا اللي توا ولاو يحكيو مش موجودين ما همش موجودين تقول لي شو عمل لهم شنو هي الحاجه الخايبه اللي عملها له بعدين تنفسر لك انا نحكي لك كل شيء يقولوا ما خذوش حقهم ما خذوش فلوسهم حرمهم من عقود باهيه لا كان يعطيهم لا كان يسيبهم هما ساعه كانت امنيتهم الامنيه الوحيده نتاعهم يلعبوا في الترجي اكبر امنيه عندهم هما يلعبوا في الترجي قلت مثلا كان عياد الحمروني مثلا فلت معنا يلعب في اي فريق حتى خرج تونس عيادي ك ك ك سبيسيال القدم الاحسن لاعبي كبير زاد هي ملاعبيه هي ملاعبيه كبار وتوجوا اليوم يلعبوا في الترجي شنو فماش ما احسن من التتويج هذايا يعني وتوج اللي هما موجودين في الترجي موجودين في المنتخب الترجي عملت لهم اسم ولاو نجوم في 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 تونس دونك بالنسبه كما قلت لك راه نجم نختلف انا وياك نجم نتعارك انا وياك قلت قبل نحتقرهم كمال هي بالطبيعه خاطر بالحق يعني انا بيرسونيلمون اللي ما نجمش نسب رئيس نادي خدمت معاه وقعدت معاه سنوات وقف معايا راهو اللي تكلموا كل الناس كل يعني نعرفوا برشا اشياء الفايده في ذكرها توا اما ما نجموش نسبوا رؤساء النوادي نتاعنا خاصه رئيس النادي بتاعني كيما اي واحد اي انسان اللي كي يكون رئيس نادي ما نجموش شنو علاقه قله انت بالله بتخيل من احسن الذكريات كمال ماتش هلال السوداني ظهر لي من الماتشات اللي قعدوا ظهر لي في الميموار بتاع حبيت الرجل الكل احكي لنا شويه على اللي كويس ما تفرجتش على الماتش هذاك شفنا بعد البونتو ظهر لي الرابع ظهر لي حطيت لي فوق راسك ماكش مصدق بعد الكوفرون لعبت المعين انت هذاك الماتش يمكن وقت البارح قعدت نتفرج ديما تعاودوا عاود نتفرج يعني ماتش ما يتعودش ماتش تصور انت خاسر اثنين بشيء في السودان مروح في تونس تمركي الهلال بونتو تلقى روحك في 25 مينوت دو جو باش يلزمك تمركي هو دخلتوا في الميتون واحد بلاش دخلنا ماركيت دوزيام ميتون اللي هي صفر صفر معناها ميتون صفر صفر كنتم امنين بالميتون شو حكيتوا كنتم امنين انكم باش ترجعوا صعيبه اللعبه كانت شوف كانت صعيبه مباراة نعرفوها كانت صعيبة والهلال وقتها في يعني الهلال عنده اسامي كبيرة كانت صعيبة مي الفريق تبدل وقت اللي قبلنا الهدف كما قبلناش الهدف ممكن ما نترشحوش الفريق تبدل وقت اللي كلينا بونتو قلنا وقتها يلزمنا نعملوا ردة فعل
وقتها تشوف ما تعرفش شكون وقتها ديفونسور، ما تعرفش شكون وين طلعت اكون وقتها، ما تعرف حتى ما تعرف ما تنجمش تفهم شكون اكسيال وشكون بيفو وشكون اري دروا وشكون افون سونت. يعني باش تفهم اخذينا بزمام الامور، وقتها الحمد لله وقت ترشحنا مي تقعد ديما فرحه كبيره على خاطر وقت نذكروا برشا جماهير غادرت الملعب وبرشا جماهير يعني بدات باش تروح صحيح وفيه الماتش. لكن الحمد لله كانت عندنا شخصيه، كانت فما الملاعبي عندهم شخصيه وقت من حاجات تقعد في البال كامل مسيرتك ما تعرفش. ايضا الدربي اللي سجلت فيه الهدف البومنيج هذاك كان ديمي فينال كوب حاجه لا 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 ذاك فينال كوب فينال كوب فينال كوب فينال كوب كيف هي البونتو ذاك مع اسكو زهر مشيت اسكو هو بومنيج الغلط ما قدرهاش الكوره لا فين هذاك فينال كوب وقت اخذت الكوره انا في طلعت بها في الوسط ما عنديش حتى سوليسيون ما نجمش نعمل حتى شيء ما نجمش نعطي باس السوليسيون الوحيده زيت راسي نلقى قدامي الكاج وانا ديما في الماتشات ديما نحب يعني نلقى اوكازيون باش نشوت نشوت ما ديريكت كي شوت هالكره علي بومنيجي اللي يمكن عمل تراساج في الـ في الـ في, الـ في التيران بالغلط كغارديان واقف صايب روحه واقف في النص في الوسط الكاج هو مايل علي علي صار هو مايل جمله مش مايل ها شفته مش واقف صحيح معناها هو مش موجود علي مش قاعد غلط قاعد موجود غلط كي شوتها هو في باله كره خرجت يعني حتى الرياكسيون بتاعه كي تشوفه كيفاش دار ماشي باش يجيب الكره ماشي باش يجيب الكره دونك تمركيت الحمد لله دويل ما نسيبك الله يرحمه الله يرحمه والتاني كيفاش كان؟ انتم وقتها كنتوا نسيب ولا لا 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 ما كنتوش لا لا كنا يعني نقدروا بعضنا برشا يعني نحترموا بعضنا برشا معناش ما صارتش يعني كي يعني اكروشاج بيني انا وياه مي كنا برشا فما برشا احترام برشا قدر حتى من بعد كي ولينا نساب دونك كيف كيف يعني صدقني ما منكم ما نقعدوش نحكيو على الكره ما حكينا حتى ما نحكيوش عن الكره كل شيء معناها تسترجع اكيد ذكريات قبل دربيات ماتشويد ولا جمله والله ما نحكيو على الكره نحن وقت مخنوقين بالكره وفي الدين دونك حتى كي مش نتلاقاو باش نقعدوا نحكيو على الكره ليه نقعدوا يعني نقعدوا نحكيو في حاجات اخرى كره كره خدمتوا مع بعضكم في السعوديه ولا مو مع بعضكم لا لا مش مع بعضنا لا كلام طريقه الخروج ما كانتش باهيه برشا ما تعرفش تعليقك اولا انك صرحت قبل كنت ما كنتش تاخذ فلوس كبيره هل هذا السبب خلاك تخرج؟ جاء وقت اللي خرجت من الترجي وشفت اللي ما عادش نجم يعني نجم كلاعب باش نضيف للترجي ونجمش يعني نجمش نعطي اكثر من اللي عطيته للترجي دونك شفت جاء الوقت اللي لازمني نغادر فيه الفريق. الجمهور ما قبلش يشوفوك ولد النادي وسيرتو انك خرجت بلاش نهايه عقد فهذه ما حبوهاش من كمال زعيم. شوف انا ديما نقعد ولد النادي حب من حب وكره من كره دونك انا ديما نقعد ولد النادي ما عنديش مزية على النادي. لكن كما قلت لك يعني الموضوع هذا والله حكيت فيه برشا سنوات و اما ديما وين يشوفوك يجبدوه لك اكيد حتى توا في الاسئله بمحبه يجبدوه لك حتى كان ما يحبوكش ما يقول لا لا خاطر فما فرق يعني فما نوعين فما عباد تجبد لك السوجي هذايا بمحبه وفما عباد تجبد لك السوجي هذايا شنو كيفاش نفسر لك يعني يركبوا على الحدث ويعملوا لك مشكله ويعملوا لك يعني كره يعني بنيه خايبه لكن انا اللي نعرفهم يعني حتى كي يجبدوا لي على الموضوع هذا يجبدوا لي يعني بمحبه ويعرفوا الكواليس ويعرفوا شنو صار وما صارش لكن ابريتو انا نقعد ولد الترجي وما ما عنديش مشكل جاي كما قلت لك جاي الوقت اللي يلزمني كنت وقت باش نخرج فيه من الاسبيرونس ويلزمني نشوف تجربه لبرا خرجت قررت باش نخرج خرجت ممكن غلطت ممكن ما غلطتش لكن فما اشياء بعديك توضحت واشياء حكيت فيها مع المسؤولين نتاع الترجي غلطت ولا ما غلطتش وقت اي تنجم تقول غلطت علاش يا اخي عيب واحد يكون اكثر حاجه دفعتك باش تخرج وقتها شنو؟ ليه ما قلت فما حاجات صاروا خلوك تخرج شوف حاجات صاروا كيما قلت لك بالنسبه لي انا شفت ذاك الوقت الوحيد اللي نجم نخرج فيه ما تحبش تحكي فيه الموضوع نحن من حق الجمهور باش يفهم شنو صار وقتها اي من حق الجمهور باش يفهم لكن كان في فريق كبير الاشياء هذيا يعني تحكي فيها مع المسؤولين وتحكي فيها ما تنجمش قدام الناس ولا عباد تسمع باش نرجع نحكي فيه الموضوع الاخبار مع وسامه وباش نرجع توضح لنا اكثر